تحدي جديد، فنان جديد، حلقة جديدة، فنان مع إيمان. ضيف اليوم خالد فخر الدين. لو تعرف كلماته وصوته شو حنون، والسحر بنظراته وبضحكة العيون. خالد مرحبا بك معنا اليوم فنان مع إيمان وفي بزاف تيفي. شكرا. إذن أعزائي المشاهدين، خالد فخر الدين فنان لبناني، شوية ما كيهضرش بالمغربي، ولكن غنحاولوا اليوم فنان مع إيمان تخليه شوية يستوعب اللهجة المغربية. إن شاء الله. إن شاء الله. إذن خالد نبدأ ولا تبدأ؟ طبعا أنت بتبدأ. طبعا أنا. ليه؟ ladies first و professional أكثر. Thank you. أوكي. والله موفقة جدا. ثانك يو. اذا خالد فخر الدين، كما كنعرفوا انك فنان لبناني الاصل، صحيح؟ احكي لنا شويه او احكي للجمهور المغربي والمغاربي والعربي على البدايات ديالك كفنان، او كيفاش اكتشفتي ان عندك موهبه للغناء. طبعا مثل كل الناس اللي بتغني بيكون غني بالمدرسة، وبعدين لما كبرت شوي صرت شوي بعمل احترافي أكثر يعني، ودخلت بفترة الجامعة دوري هلا. اي دورة. ما انت ما قلتي لي شو اللي نزل معك. نزلوا عندي انا الكوار اللي هما مخطين، الوغ انت عندك هاتو. اوكي، سيدة لقلي يعني. ايوه. اوكي. اللي صار انه مرقت الايام وظليت حب الموسيقى والفن، ودرست بالمدرسه وخلصت ودرست الجامعه، وبعد الجامعه كفيت على احتراف اكثر يعني، درست هندسه ديكور. ضربي فاشله. ان شاء الله تكون بس بالبلياردو. ان شاء الله بس بالبلياردو. درست هندسه ديكور وتخرجت لانه اهلي هيك حبوا. يعني سوري، اختيارك لهندسه الديكور كان اختيار ديال الاهل ديالك، ماشي اختيارك انت؟ لا، اختياري انا اللاين الديكور، بحب الديكور، بس اهلي كان بدهم اني كفي اي بروفيشن، مش مشكل، بس انه لازم يكون في شيء شهادي بايدي. فالحمد لله انه صار عندي دبلوم دراسات عليا بالديكور، بس اشتغلت فتره قصيره بس بالديكور وكملت على طول بالفن. وبعدين بعد ما كفيت فتره بلبنان رجعت جيت على الامارات، صار لي فترة طويلة شوي بالإمارات. تقريبا يعني 15-16 سنة ما شاء الله، أيام تركض. أنت حاطة الطابات المضبوطة لإلك، حتى حد طابتي وأخذي الطابات للوكيشن المنيحة لإلك بالصدفة. طيب أوكي كمل. فاول زعما؟ فاول يعني أنت اثنين هلا. فاول ماشي مشكل، احنا في البداية ديال الجيم، مش مشكلة ماشي مشكل. اوكي تفضل كمل. بعدين جيت لهون وعم كفي شغل هون. ولكن ما قلتيش لي اول مره غنيتي فيها، كيفاش اكتشفتي موهبه الغناء ديالك؟ والله كنا بعمل كشفه، كنا صغار يعني بالتين ايج يعني، وكنا بعمل كشفه وطلبوا مني اني غني، وكنا شي 7-8 شباب وصبايا صغار كلنا عم نغني. المضحك بالموضوع انه انا كنت مضطر اني غني عن شاب بالمسرحيه لانه صوته ابدا ما بيسوى بالمغنى. اوكي. ولما انا غنيت دوري كمان بعد مره ولا لا؟ لسه عندي. لسه مره. اوكي. فلما انا غنيت دوري ما حسيت انه يعني العالم تجاوبت معي بشكل كويس. اوكي. شو بيصير لما ينزل الطابه الرئيسيه؟ تاني كتاخد كتلعب جوج مرات. انا اربع مرات؟ لا جوج ولا اربع. فكرت اربع. جوج خالد. اوكي. طيب وين بنحط اللوكيشن لها؟ محل ما بدنا. كتحطها هنا، الا كنا غنلعبوا على دوكو غتاخد، كتحطها مورا هاد اللين هذا، ورا هاللاين. انت عم بتعلميني صح ولا عم تعلميني؟ لا والله والله تا كنعلمك صح، الا ما نغشكش حشومه. طيب اوكي. اوكي تفضل كمل. بعدين لما بخلال المسرحيه هي رح تنزل ان شاء الله. ان شاء الله. بس بعد عندي مره. باقي عندك مره. اوكي. بخلال المسرحيه لفت لي نظر دور الشاب اللي انا غنيت عنه صوته، وبخلال المغنى انتبهت انه هيدا صوتي، بس انا ما كنت عم غني، كان هو عم يعمل ليبسينج. ساعتها حسيت انه انا
صوتي حلو بتواضع وبدأت غني. وكانت أول حفلات عنا بالبلد يعني على صعيد كشفي ومدرسة. هاي أول مرة غنيت فيها. حلو. أول أغنية دارها خالد فخر الدين؟ أول أغنية كانت ببرنامج إذاعي يعني هو مثل الأرب زي الأرب آيدل أو شيء. برافو والله شو شفتي كويس. بس هيك بدي طالع، هاي لازم تكون قريبة. هلأ بدي من عندك الهلبر. داكخ الهلبر ولا فيني هيك أولي؟ لا 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 ما فيني، لأنه إذا ضربتيها ما خصكش تضرب، لأن هذه خصها تبقى آخر وحدة. صح. وانت هنا مستحيل ما غاديش تضربها. غتضربها عاد غادي تضرب صفرة دونك غتعطيني ثاني فاول. اوكي. فيستحسن تبعد عليها. احسن نصيحة. طيب بس أنا حصيبة من دون نصيب السوداء. هلأ بتشوفها. اوكي. بس هلأ برجع بكف الحديث، خليني نسيبها أول. اوبس. طيب يلا كويس ما صار شيء. يلا ما صار شيء عادي. طيب هم خليهم. تفضلي. أول أغنية خاصة يعني. أول أغنية غنيتها ببرنامج للمواهب. أي برنامج كان؟ كان اسمه مع المواهب. بإذاعة لبنانية. بإذاعة لبنانية. وكان في لجنة الحكم كتار من الفنانين الكبار يعني. من شعراء والملحنين اللبنانيين. اوكي. وغنيت اغنيه خاصه. والحمد لله. شو كانت الاغنيه؟ كان اسمها كلمه صغيره. ايه. كانت كلماتك. كلماتي والحاني. اي نعم. المعروف على خالد انه تلحن جميع كيكتب وكيلحن الاغاني ديالو. صحيح. ديالو يعني اللي له صح؟ يعني اللي له. اوكي صرنا نعرف مغربي. ف لحظه حاربح. باغي تربح. لا اربع مش هحكي لانه بس احكي بضيع. برافو. ايه ف ورجعت البرنامج اللي يعني نجحت فيه الحمد لله بمرتبه كثير كثير كويسه وشجعني كثير اني كافي، ولكن كنت بعدني بخلال المدرسه قبل الجامعه هيدا. فهي كانت اول اغنيه غنيتها. حلو. بس عطيت صدى الحمد لله كثير كويس، وفي ناس من اصحابي واقاربي لليوم بعدهم بذكروها وبيطلبوا اني إذا بيرجع بعيد تسجيلها يعني. فإن شاء الله ما فكرتيش تعيد تسجيل دي الأغنية؟ بلا، ولكن هي الأغنية كلامها منه كتير عميق المعاني، كوني أنا كان عمري 15 سنة يمكن بوقتها وهيك يعني. 15 سنة؟ أي حتى أول أغنية أول أغنية كتبتها ولحنتها والدتي بتذكر اليوم بتذكرني فيها، كان عمري يمكن شي 8 سنين والله. كنت بسبح جنب البيت وكتبت أغنية، هل مش ذكر شو هي، بس كانت أغنية وطنية عن الجيش اللبناني. بارك الله عليك. عقل شوية على الكلمات ديال الأغنية اللي غنيتي، تسمعني منها شوية. أي أغنية؟ اللي أول أغنية غنيتي ببرنامج المواهب بتفكرها. أي. إيه. اسمها كلمة صغيرة. مقطع شوية. مقطع صغير. تقول كلمة صغيرة وغمزة عين وصلتنا للقاضي، من كتر الغير رجعنا اتنين ونسينا كل الماضي، شفنا السعادة من بعيد حنينا ليها من جديد، محكوم وضحك ما راضي أنا محكوم وضحك ما راضي. يا هوا اللي من اللي بعده يلي بحضنه رح يغمرني ويدفيني، يا هوا من يوم السكن قلبي خفت ليالي الغربي ترجع لي وتقسى علي وما نبقى سوا. لو تعرف شو اشتقت له، لو تعرف يا هوا بغيابه شو بحن له بتعذب، يا هوا على بالي توصل له وتقول له يا هوا من بعده عمري كله ضايع بالهوا. لو تعرف شو اشتقت له، لو تعرف يا هوا بغيابه شو بحن له بتعذب، يا هوا
على بالي توصل له وتقول له يا هوا من بعد عمري كله ضايع بالهوا. لو تعرف كلمات وصوت شو حنون والسحر بنظرات وضحكة العيون. لو تعرف كلمات وصوت شو حنون والسحر بنظرات وضحكة العيون. كنت بتعذر أشواقي ونار وغيري بتلاقي وكل العمر الباقي بتستنى يا هوا. لو تعرف شو اشتقت له لو تعرف يا هوا وبغيابه شو بحن له بتعذب يا هوا. على بالي توصل له وتقول له يا هوا من بعد عمري كله ضايع بالهوا. معقولي ما اشتاق وإيديك الإيدي ولا عيونك داب وعفرق عيني. معقولي ما اشتاق وإيديك الإيدي ولا عيونك داب وعفرق عيني. أنا مني وعلي لو تلمحك عيني بترد روحي لي والنور والهوى. لو تعرف شو اشتقت ولو تعرف يا هوا بغيابه شو بحن له بتعذب يا هوا. على بالي توصل له وتقول له يا هوا من بعد عمري كله ضايع بالهوا. هذا هو السؤال اللي بغيت نسولك خالد. يعني دابا ولا واحد الطغيان على الساحة الفنية سواء في الغناء خصوصا في الغناء والتمثيل. كل شيء ولا باغي يغني، كل شيء ولا باغي يمثل. الكل الناس صارت فنية. كل الناس يعني من دلوقتي. عشرة الناس تقريبا كتلقى خمسة صح بالضبط صح على عدد يوميا صار. كتشوف يعني في المحطات الفضائية ماشي غير واحد ولا جوج، ماشي غير فنان ولا جوج، ثلاثة أربعة خمسة طالعين جداد صح. وكين منهم الصوت ما كاينش صح بالضبط لا يوجد ما كاينش صوت. دوري هلا؟ لا انا بلاتي طيب اتغش. في نظرك واش هذه حاجه يعني صحيه او لا؟ نعم انا بحس انه كل الشغلات بطلت صحيه يعني تقول لك كيف مثلا يمكن من 20 سنه والله عندي اثنين انا عندك اثنين فرحان ما تغير الموضوع هلا وتساليني فرحان. لا 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 اوكي كملي يرجع هلا لازم احط ورا الخط ايوه اوكي. يعني اليوم اي شيء بقى نحكيه صار في منه كثير يعني لازم احطه ورا الخط قلت لي او على الخط ماشي مشكل او على الخط هيك يلا واخسي ماشي مشكل خليني نزعبر تفضل بس مش حتنزل هذه لو بغيتي تلعب لا لا بتعرفي العبها هيك لهذيك اللي عند الخضره يمكن اضبط ولا لا جرب بغيتي مساعدتي شخصيه ايه شو بعمل ايه اذا مع ساعدتك اكيد ايه وبسيب لهون ولا لهونيك؟ تمام لهون بس لازم اضربها هون ايوه برافو عليك شفتي بلشت شوف انت بلاتي باش نفهمك ببساطه هكا غتجي هكا الكره هكا هكا هي طايحه باش تلعبها مع البيضه اضرب البيضه هكا في خدمه ثاني كاميرا لي وانت تنزلي لي ولا بدك شويه ثقيله ثقيله شويه حسيت بس انا لو خففتها اصلا يعني ستريت عم بتروح معي ما بعرف ليه لا لو خففتها كانت غدور هاي بتخوف وهي بتخوف عندك عندك بعد عندي واحدة بقى عندك يلا ما لي غير الخضرة كان يلا لعب الخضرة جرب حدك هاي بدها قوية مش هيك
مشكلة ما كتركش خاصة عم قوي الضربة عم بتكون قوية. خلص أنا تك قاعدة في البيار قبل ما تطيح الكرة أو تجيبها في المكان ديالها شوفها بعينيك راها داخلة قبل ما تلعبها بإيدك. هلأ قلتي لي بس خلص الدور خبرتيني السر والشير أنا خبرتك راتي شي حد آخر ما تنقول لي زعما بالعكس شتي تفضل فين كنا؟ فين كنا؟ قلنا على أنا كل شيء صار في منه كتير يعني مثلا خليني خدعة بشكل كتير أبسط يمكن كان بالأول في تليفون واحد بالبيت ماركة واحدة بالسوق أو ماركتين أوكي. شو بيصير هلأ إذا خلصنا؟ نوقف تصوير وخلص؟ إذا ربحتي أنت مثلا ولا نعمل دور جديد؟ بدي خبرك ليش قبل تعرف ليه أنا مش بعرف ألعب؟ لأنه هاي الطاولة لونها أزرق هي لازم تكون أخضر عالميا هي بتكون أخضر على حسب هي عالميا أخضرة ولكن السنوكر كتكون زرقة كتكون خضرة للكوار العاديين أما شو الفرق بين السنوكر وبين البلياردو يعني؟ السنوكر كتكون الطابلة ديالو أكبر والكورات كيكونوا أصغر الأي البلياردو؟ لا سنوكر السنوكر هذا البلياردو فإذا أنا بعرف ألعب سنوكر جيبتيني على ما أقول لك حاجة اللي كيلعب سنوكر كيكون ديجا بروفيشنال هون هنايا باش يلعب سنوكر والسنوكر كتلعب بالأرقام متدخل نمبر 1 هي الأولى كيكونوا 1 2 أوكي أوكي هكذا. أنت كيفك بهذيك سنوكر؟ كمان شاطرة كويسة برافو تاني نرجع فاليوم لو بدك تشتري موبايل صار في 100 براند لو بدك تشتري سيارة صار في 1000 براند بكل شيء صراحة صار في معلش تلفزيونات نحن بلبنان كان عندنا تلفزيون لبنان الرسمي ما في غيره ما كان فضائي أكيد وعندي طابة حلوة ايه يلا فرحان ايه فرحان بس تنزل بحيدي لا تنزل كان عندنا تلفزيون لبنان الرسمي الحمراء أو لك لا هما بجوج ولكن لعب الحمراء يلا اثنينهم مش حينزلوا برأيي لا لا ينزلوا شيء الا عرفتي تلعب بس حره تنزل الحمراء وتنزل البرتقاليه وتنزل البنفسجيه اوف كله نوع انا بدي اعمله ايه بشو ببدا ده بالحمراء بالحمراء مش حتنزل لعبه من هنا هبقى هلعبها هيك ايه بقوي ولا لا لا بشويه ايه شويه عليك شويه يا خالد ركز قلت لك شوفها طايحه بعينيك قبل ما تلعبها بايدك انت بتقولي لي هيك بعد ما انا العبها ذكريني قبل اوكي طيب يلا اوكي تفضل كمل دعبي بعد ولا خلص لا لا صافي بارك عليك كمل الجواب ايه فكل شيء اليوم صار فيه منه كثير يعني التلفزيون لبنان رسمي كنا عم نحكي بلبنان اليوم صار فيه يمكن فضائيات بلبنان بالعشرات فكل شيء في العالم كامل بالعالم بس انا عم بحكي على صعيد لبنان لو افترضنا وكل شيء ينطبق على بقيه الدول صح. فكل شيء صار فيه منه كثير صرتي بتشوفي ممثلين كثير وفنانين مش غلط هيداك العصر اللي من 20 30 سنه و50 سنه غير هذا العصر ولكن ما كتحسش خالد انه العصر اوكي احنا في واحد الفتره من التطور يعني اللي وصل لواحد الدرجه اللي يقدر الواحد ولا كيخاف يعني مثلا كتقول لشنو غنوصلوا تاني فين مازال غادي يتطور العالم وغتطور هاد التكنولوجيا شنو مازال تاني جديد ما كتحش انه اوكي زمان ما كانش هاد التطور وما كانش هاد التكنولوجيا وما كانوش الموبايلات وما كانوش لي لابتوب واو واو ما كتحش انه قبل كان احسن من دابا شوفي سؤال كتير درتي مقارنة ايه صح سؤال كتير حساس لأنه اليوم صار الفن غير ما كان بالأول يعني الفن كان بالأول عبارة عن كلمة حلوة ونغمة حلوة تسجيل نظيف وأداء سليم وإحساس رائع خلص وصلت المسج اليوم صار الفن عبارة عن شركة إنتاج وتسويق ومضاربات ونوع من التوزيع اللي يمكن يكون بس متابع للسوق ومنه متناسق مع اللحن أو مع العمل بس أنه لازم يكون من البيت جديد هاي شيء وأضيف إلى ذلك أنه صار فيه عدة معطيات لازم تكون برفقة الفنان من بانويات وأفشات وإدارة أعماله لازم تكون بروباغاندا صارت بروباغاندا كتير يعني صارت بطلت كأنها فن صارت كأنها تسويق لأي سلعة تاني عرفتي كيف يعني هون بس أنه إذا بنرجع نحن للأساس اليوم إذا بتسمع أي فولكلور عندكم بالمغرب أكيد فيه عندنا بلبنان أي دولة عربية كمان فيها الفولكلور ممكن اليوم تغنيها أنت بس على آلة الناي أو تغنيها بصوتك أو بالأفراح من دون آلة موسيقية وبتعطي نفس الشجن ونفس الإحساس اللي كانت تعمل من 60-70 سنة فإذا هو الإحساس والفن ما له علاقة كتير بالتكنولوجيا بس اليوم لأنه عصرنا صار كل شيء تكنولوجيا كلة الناس انجرفت يمكن بهالجو هيدا وصار اليوم الفن ما عاد فيك تحكمي عليه بشكل صحيح يعني يمكن في كتير أغاني اليوم كتير حلوة عم تكون بس عم تضيع مع الأغاني اللي بنفس التوزيع وبنفس الهيصة وبنفس نفس الشغل نفس يعني. الشغل نفس فهذا هذا اللي عم بيصير حتى نفس الشيء عم بيصير مع الفنانين مع الشباب اللي أصواتها حلوة أو الصبايا اللي أصواتها حلوة مع اللحن الكويس ومع اللحن مش كويس لأنه اليوم تسمع الأغنية
بتحسي انه في جمل اللي عم تنعاد فيها مرأة بعدة اغاني تانية وعبارة عن بيت متكرر وصاخب مرات كتمل منها بسرعة. صح. يعني مثلا اذا جبنا اغنية الكوكب الشرق ام كلثوم، يعني انا واحدة من الناس اللي سمعت يمكن اغنية الاستفاكر نقدر نسمعها كل نهار ما غنملش منها. طبعا نقدر نسمع اغنية شي حد من الفنانين الصاعدين غنسمعها مرة جوج ثلاثة طبعا كتملها صافي. طبيعي كانت ام كلثوم بالسنة يمكن تعمل اغنية، اليوم الملحن نفسه بيعمل كل يوم اغنية او اثنين او ثلاثة يعني. ما شاء الله. انت كل شيء بتسويه بتأني مثل هالطابة هلا رح تضربيها تمشي حالها. ياك. لا مش حتوصل. اوكي. وصلت. يلا تفضل هاي عندك الحمراء سهلة. اوكي. شتي انا ركن خلي زمان اكثر من نص ساعة ما نزلت ولا طابة. لك واسطة. والله عيب. من جوا الهوشيلون على الهواء. لك واسطة خالد. هلا كيف بدي اشوفها بعيني نزلت؟ ايه. انا شايفها بعيني نزلت. شوية ركز ما تزربش. شوية. برافو. شوف برافو. شو النصيحة ديالي؟ لا والله والله هديت. اوكي. ولكن حيطلع لك فوق. يلا كمل. بعد عندي كثير انا. دابا عندك حل من الجوج. هاي فيني لازم تضل بوضعيتها هيك؟ اكيد طبعا. عندك حل من الجوج. اللي هو؟ هذه صعيبة. كنت باغي نقول لك تلعب هادي تلعبها من هنا غازاج. اوكي. طيح تما ولكن. بس مش حتوصل اكيد. ولا واحدة حتوصل. ممكن واحد المثل الفرنسي كيقول لك. هلا انا بتعرف شو بفكر بهالحالة؟ بفكر انه مش انه نازل شو بدي نازل، بفكر كيف بدي صعب لك اللي بده يجي انت عندك. اوكي. هي وين بدي احطها بمحل يكون صعب عليك؟ عادي انا كنموت وكنعشق انني العب. صعب حصعب بالتحضير. عن جد عن جد هيك حسيت. عمري ما كان حبيت. مش فرقه عندي تنزل بفرقه عندي تطلع صعب عليك. اوكي خلص هيك بس بدي العب. وما اعطيتنيش فاول كثير قريب اعطيتك سهلت لك اياها كثير. اوكي خالد. خالد ما كتحس انك مظلوم فنيا؟ يعني ما شاء الله صوت وصوت اللي عندك واحد الصوت ما كيشبهش شي صوت ثاني عندك صوت يعني كتتميز بيه. الحمد لله. ما كتحسش انك مظلوم فنيا؟ كنت حس هيك بالاول بس هلا بطلت حس هيك لانه بطلت اعرف. ما شاء الله. ما شاء الله. كمل. لانه هلا هي حتنزل خلاص. لا 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 ما نزلش. جرب اضربي هون. خلي الكاميرا مان ياخدك. والله شو والله عيب اذا نزلت عيب بحقي. اوكي كمل. يلا انا اعطيتك فوش شوي. والله مشكورة. العفو. هاي سهلة. سهلة لازم. هلا خلينا. ما قلنا شوفها طايحة بعينك قبل من يدك. اوكي يعني هلا هي لازم اضربها الجهة هاي صح؟ برافو عليك. اوكي بس مش حتنزل. ولكن حاسب باش ما تنزلش البيضة هنا. ايه. دايما بدي اعمل. حاسب. هي بتنزل هونيك. قلت لك لعبة ديال الذكاء. برافو. اوكي. بتعرف انه مرات مش على طول بيكون انه لازم تكون الضربه قويه. ماشي دائما كاين الكور اللي خصك تلعبها بسرعه كاين الكور اللي خصك تلعبها بشويه. صحيح. على حسب الكره. اوكي كمل. كنت كتحس قبل انك مظلوم فنيا ودابا علاش؟ اشنو لانه كنت فكر لانه كان عندي لما اول ما بديت سجل اول اغنيه وثاني اغنيه عطيتك فاول بقى عندك كو. والله بعد عندي وحده. انا ماشي غشاشه والله عن جد. لا اكيد لا انا ديما ملي كنبغي نفوز كنبغي نفوز عن جداره واستحقاق. انا تعرف شو عندي امل يوم الايام نلتقي انا وياك وانا نازل 8. وي هوب. طيب هلا ايها تتوقع يعني انه ممكن تكون تنزل بنفسجيه؟ بنفسجيه. لازم شوفها عم بتطيح بعيني. ايوه والله ما في شيء عم ينفع حاسس انا صراحه ما عم تزبط. بتعرفي هو ليل عددهم لازم يكون في اكثر. اوكي كثير سهلتي لي عيب والله عيب من شان المشاهدين. عادي ماشي مشكل. كمل. بتعرفي ليش انا التهيت بالاول بالحديث وما انتبهت كم طابه صرت منزله صراحه؟ عادي بقت عندي وحده. هلا شو عندي؟ ممكن الموف. ايه ايه ممكن مش غلط بس انا بفضل الخضره. عرفتي علاش؟ باش ما تعطينيش انا الطابه واللعبه هذيك تبعد عليا. صح تبعد عنك صح. بس انا لعبه معايا ولعبه ضدي. ليك ما انت فيش عندك شيء بعيد. كله ما شاء الله عم بتصيبي. اذا خالد ما بقاش عارف شكون يلوم. عطيتيني فاول ثاني والله. ليك قربت لك لهون. انا اللي عليا درته معك يا خالد. ما عادش بيصير احسن من هيك. اوكي كمل. خلص يلا نزليها معلش انا بسلم بالعشرة. كمل. فهلا اليوم بفكر حتنزل يعني شو بدك تعملي لو حتعملي لها هيك حتنزل.
خلاص دام لا يعني. ما زال بقى السوداء بعد في هي إيه هلا انا لا بلاتي انت انا نزلتي انت إيه. صح كمل يا جواب غلط نكون عم نلعب بلياردو عم تساليني لانه انا توهتيني بالبلياردو يلا اليوم ما عاد بتعرف يعني ما بتعرفي من بكلومة كان في إذاعة واحدة يعني بنرجع لنفس النقطة كان في إذاعة واحدة عندها جهة تمويل معينة جهة تمويل كانت تمول من الإعلانات من في حدا معلنين لبضائع تباع بالأسواق اليوم صار في عندك يمكن بكل بلد 200 أف أم طيب هل 200 أف أم من وين يجيبوا فلوسهم صاروا بدهم كل إنسان عم ينتج أغنية مطرب أو مطربة لازم أنه يدعم الأغنية ويدفع عليها لأنه صاحب الإذاعة بيقول لك أنه أوكي ممكن يخلي الأغنية تبس مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة بس عشان من كتر ما في كم هائل من الأغاني بالسوق اليوم أنه صار لك شوف سودة شو حلوة كانت سوى نساوي بكرفو ايه فيلا الموفا فصارت اليوم كل اللي بيجربوا أنه يلاقوا طريقة تمويل شوية لو شوية شفتي لو شوية رحت شمال خليك يا قلبي من اللي فات وبلاش نعيد الذكريات والحب تاني يجرحك لو مرة يوم جالك وقال مشتاق ليك والقلب مال خليك يا قلبي مطرحك خليك يا قلبي من اللي فات وبلاش نعيد الذكريات والحب تاني يجرحك لو مرة يوم جالك وقال مشتاق ليك والقلب مال خليك يا قلبي مطرحك سنين جاني تقلم لا راضي نتكلم او نشتكي منه لا راضي ترجع لي ولا حتى تسمعني وانا بك احق منه صابر على جرحك ساكت على اللي جرحك ولسه بي واللي في قلبه خليك يا قلبي من اللي فات وبلاش نعيد الذكريات لو قلت له أو رحت له لا قلبي ولا بعرفك ولات موضة من فترة خالد ما فكرش يغني مغربي فكرت غني مغربي بس أول شيء حاب أني أثبت حالي باللبناني باللبناني فلما أثبت حالي باللبناني إن شاء الله أنه انتقل على الخليجي على المغربي على كنت منه طبعا وأكيد الجمهور مع عندي أصدقاء كتير مغاربي يعني بس خالد في المغربي إن شاء الله إن شاء الله خالد مع أنك فنان لبناني وما شاء الله عندنا كتير أصوات في الساحة الفنية اللبنانيين خالد ما حسيتيش أنه كاين شي فنان او لا اللي مثلا ملي كتشوفوه في التلفازة كتقول انا كنت كنستحق نكون مكان هذا الفنان كل شخص بصراحة كل فنان يعني هو ما بيستاهل هو ما بيستاهل مش انا هو ما كيستاهلش لا اي واحد كيستاهل تكون عنده طبعا اكيد طبعا كل واحد الله يكمل ويزيده يا ربي ولكن تقدر مثلا ملي غتشوف واحد اللي هو عنده امكانيات صوتية اقل منك ما ماشي خبرة أو أنه عنده ذاك النطق الصحيح للأغنية يعني تشوفه وتقول أنا مستحق نكون في بلاصة هذا طبعا يعني حتى تكون معك صادق أكيد بصراحة. يعني أنت اليوم يمكن ما عندك تعاطي بشكل مباشر كتير بالفن وبتحسي مرات أنه في فنانين اليوم موجودين على الساحة ضايعين أصوات كتير جيدة ومش أخذين حقهم في كتير أصوات مش كتير جيدة ونجوم في بس كمان في بالنجوم اصوات كتير كتير حلوه بس اي حدا ستار وناجح جدا انا بتمنى ان يكون مثله
ليش تكذب على حالي؟ صح يعني بدي اقول لك لا فلان ما بتمنى بس بتمنى اكون تسلمي بس شابو لك بس بتمنى بتمنى ان يكون مثل ما انا يعني انا ما يعني اذا بدي اسمي اسماء او ما بدي اسمي اسماء ما بدي يكون مثلا النجم الفلاني انا زيه انا بدي يكون انا بمرتبه جيده نعم تكون انت كتمثل راسك مش والله عندي طبطين حلوين هاي اول امنيه تاني امنيه عندي امنيه اغلبك بس بس عيب الاورانج اذا ما تيجي والله عيب ايه بصراحه عيب لما جاي عن جد عيب بصراحه شو بعمل هلا شويه العبها بشويه والله عيب شويه عليك فينا نعيدها اي دم خالد شنو بالنسبه لك بزاف تي في كقناه مغاربيه وعربيه اللي كتهتم بالمواهب الشابه كتدرج فيديو كليبات واغاني للشباب وغير شباب اللي عندهم الموهبه ولكن ما لقاوش الفرصه انهم يكونوا في الساحه الاعلاميه شنو مثلت لك هذه القناه والله يا ريت في كذا قناه مثل بزاف او بزاف يلا بزاف او بزاف 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 نعم اللي هي كثير يعني صح نعم يا ريت في كثير قنوات مثلها انا شفت شوي من برنامجك موفقة وكل اللي كانوا ضيوف جيدين وفي ناس كتير معروفين منهم وفي ناس تنعرف بحاجة كلنا نحن اليوم كل حدا عنده موهبة أو كل حدا عم يشتغل بالساحة الفنية بحاجة لمؤسسة إعلامية تكون جيدة بالأخص مثل بزاف تي في اللي هو في دم شبابي يعني هذا أهم شيء موجه للنخبة الفتية إذا فينا نقول المغربية يعني وانا في شغله بعرفها عن لانه عندي كثير اصحاب مغاربه جدا عن جد مش لانك انت مغربيه ولا لانه التلفزيون مغربي جدا شعب بيسمع حلو بصدق صراحه بصدق يعني عندنا زبائن كثير بتيجي مكان انا بغني وهني بيكونوا مغاربه جدا بيسمعوا حتى نوعيه طلب الاغاني اللي بيطلبوها الكواليتي تبع الاغاني اللي بيطلبوها هي اغاني راقيه نعم يعني مش لانه انت مغربيه او انا هلا على التلفزيون مغربي يعني بس هيدا بصدق يعني انا عم اقوله شكرا بما انك تدر الاغاني المغربيه انا اللي كنعرف انك حافظ الاغنيه ديال مرسول الحب فبما اننا سار الجيم ربحتي هلا انت نزلتي السوداء والله ولا داري ولا داري لحظه انا هاي ما سويتها ولا مره يعني مشان هيك انت ربحاني وانا لا تسال الجيم ما تبغيتي تدير فين عملية التصوير اوكي غني لي مقطع من مرسول الحب مقطع الجمهور المغربي مرسول الحب فين مشيتي فين غبتي علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلف ما تعود ما زال الحب إنا مفقود وانت من نبع سقيتينا ما زال الحب إنا مفقود وانت من نبع سقيتينا باسم المحبة باسم الأعماق وحر الأشواق كانت رجاك سول فينا وارجع لينا ويدوم الصمت تتكلم أغانينا برافو عليك مشكورة وشكرا لك بزاف خالد وفعلا لقاء معك كان زوين بزاف تسلمي خليكي وان شاء الله يا ربي كنتمنى نشوفك من حسن الأحسن لأنك فعلا مشكورة. أنت فنان كتستحق أنك تكون وتدير البصمة ديالك في العالم الفن والغناء يا ربي تسلمي شكرا لك بزاف مشكورة أنا كمان بشكركم بشكر بزاف تي في وصديقي الاستاذ علاء مشوره بشكر دعوته يعني وكان بفرنسا وفكر فيه واتصل فيه من هنيك فانا بشكرك لك وكنت اول مره بلعب بلياردو او هي البلياردو قلت لي هذا هو البلياردو اوكي بتعرف انه بتذكرني بشغله كثير حلوه بتذكرني بتوم انجري لانه بيلعبوا كثير توم انجري وابني كثير بيحضر توم انجري وبيشبلني انا ولا انت توم انجري والله انت هالمره طلعت جري لانه على طول بيربح فعلى طول بحضره انا وابني وبحب اني فاول مره كانت تجربه كثير حلوه ومسليه الحمد لله ان شاء الله نصادفوك مرة أخرى في برنامج جديد إن شاء الله مشكورين جدا المرة ما يكونش بليارد لعبوا شي حاجة أخرى وكنت من يكون عندك دراية بها إن شاء الله يكون عندي فيديو كليب جديد كمان أكيد طبعا إن شاء الله إن شاء الله ويكون حاصري لا بزاف تيبي أكيد طبعا يلينا الشرف إذا أعزائي المشاهدين كانت هذه حلقة خفيفة ظريفة مع الفنان خالد فخر الدين كنت من أنكم استمتعتوا بالحلقة واستمتعتوا باللعب وأكيد غادي تسنعوني فنان جديد حلقة جديدة وتحدي جديد وفنان معي